تفرجت فيه دشرة؟ تفرجت فيه أنا نهار اللي وراه لي قريب البير ولا كسرته. علاش؟ نخاف ما نحبش. أنا ما نحب بالسيبري سيبري. تعركت معاه تعركت معاه وتعركت مع أخوه وتعركت معناتها تقلبتها الدنيا. قلت له تعرفني ما نحبش الدم أنا أنا الله غالب ما نحبش الدم. هو خوفك والعباد وقفت صفقت عليه في الكوليزي وكانوا رحبوا برشا بالفيلم وزاد مهرجان كبير اسمه فينيز استقبل الفيلم ودشرة برشا ناس يقولوا هو قاعد في الصلاة في كوريا طبعا اللي نعرف اللي الفيلم ماشي بعد الجمعة جاية ماشي لمصر زادة وماشي مش يكون في مهرجان القاهرة صحيح ومشى شو اسمه دول شو اسمه ماشي ماشي لستوكهولم وماشي ومشى في امريكا نسيت المدينه حصل وربي يوفقه عامل خدمه باهي